بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني الكرام. كالعادة نتشكر كل المتابعين الجدد واللي اشتركوا من زمان، وجزاكم الله مني كل خير. في هذا الفيديو راح نشوف مع بعض سكين ألمانية من شركة بوكر واسمها ماغنوم. السكين الوحيد في مجموعتي من شركة بوكر حاليا، خلينا مع بعض نشوفها. طبعا هذا هو الكرتونة الأصلية، خلينا نشوفها ونشوف السكينة. بسم الله، هنا بقول لك تهنئة، صوت من ملاك سكاكين بوكر. طبعا أكرر، هاي السكين الوحيدة اللي عندي، راح أجربها ونشوف إذا راح نشتري غيرها ولا لا. بسم الله، السكين عليها رسومات أشكال جماجم من الأمام ومن الخلف. المقبض معدن، ما عندي معلومات عن نوع المعدن. السكين لها قطعة هون عشان تثبت على مثلا الحزام، ممتاز يعني تثبت بهذا الشكل. وخلنا نشوف مع بعض. نشوف شو مكتوب عليها. مكتوب ماغنوم باي بوكر. المقبض نفسه عليه شعارات الجماجم، من ورا مكتوب نوع المعدن اللي هو 440 A. السكين حجمها ممتاز، وخلينا نشوف حدها مع بعض على الورق. يعني ما شاء الله حدها، شايفينه انه تمام التمام. السكين يعني الحمد لله ما كلفت أكثر من 30 يورو، تم شراءها من إي باي. أغلب السكين اللي بسألني، طبعا الموقع الرئيسي هو إي باي، متوفر كل أنواع المطاوي والسكين بشتى أنواعها متوفرة، حتى الأوكابي اللي ببحث راح يجد عدد كبير منها متوفر. في هذا الفيديو استعرضنا لكم ماغنوم من شركة بوكر، وهي سكينة ممتازة وعملية. عملية الإغلاق اللي هو القفل، اللي لازم نسحب القطعة هاي من ثم تغلق. القفل أكرر هون، نسحبها هيك من ثم تغلق. الفتح أوتوماتيك، يعني نضغط على القطعة وتفتح. وهاي هي سكينة ماغنوم. إذا عجبك الفيديو لايك شير، ورجاء الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو يحيى.